مساء النور ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله على الجميع، يدخل على كل شيء بالصحه وبالسلامه واطيب المتمنيات. وشكرا لمدينه تيفلت على الاستقبال الجميل، كان جمهور رائع. يعني المسرحيه ديال القسمه تعرضت اليوم وكان تجاوب جميل من عند الجمهور. وهذه ماشي اول مره، حنايا دائما كنكونوا وفيين لهذه المدينه والجمهور ديال هذه المدينه، وكنتمنى وان شاء الله ان العروض الجايه غادي يكونوا في قاعه مسرح، وهادشي اللي اكدوا لنا السيد الرئيس ان راهم ساهرين على هذه المساله. وكنتمنى ان الساكنه ديال تيفل تبقى دائما وفيه لمواعيدها المسرحيه وتساهم في النهضه الثقافيه ديال هذه المدينه الجميله اللي كل مره كنجيو ليها كنلقاو بصح انها يعني من تطور الى تطور. وشكرا لحسن الاستقبال، ونتمنى نكونوا ضيوف خفاف وان المسرحيه تكون لنا استحسان. شكرا.